ويبدو أحمد بأن إسرائيل بدأت تفصح ولو عن القليل من معطيات الحرب البرية على قطاع غزة كما تسميها، حيث أفاد موقع إسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني بأن المرحلة الثانية من حرب إسرائيل على قطاع غزة قد بدأت، وهي فصل وسط قطاع غزة عن جنوبه. ماذا فيما يتعلق بهذه المعطيات العسكرية؟ نحن نلاحظ بأن القصف يطال كل الأماكن، عموم قطاع غزة معرض لهذا العدوان، لكن هل ما تزال إسرائيل تركز في حديثها على أن العملية البرية والمرحلة الثانية ستكون بشكل أدق في المناطق الجنوبية؟ هذا دقيق. إسرائيل تتحدث كل يومين تقريبا عن الانتقال لمرحلة ثانية من هذه الحرب، وقد انتقلت خلال الأسابيع الماضية 5 أو 6 مرات إلى المرحلة الثانية. في البداية قيل إن بدء الاجتياح البري هو المرحلة الثانية من هذه الحرب. قبل ذلك قال الجيش الإسرائيلي إن المرحلة الأولى هي ما يسميه تطهير بلدات غلاف غزة من المقاتلين الفلسطينيين، ومن ثم الانتقال للمرحلة الثانية وهي القصف داخل القطاع. ثم أعلن عن أن المرحلة الثانية هي الاجتياح البري، ثم أعلن أن المرحلة الثانية هي حصار مدينة غزة، ثم أعلن أن المرحلة الثانية هي الدخول إلى قلب مدينة غزة ومشفى الشفاء، وأيضا أعلن أن المرحلة الثانية هي حصار جباليا. والآن تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن المرة الثانية، المرة الخامسة أو السادسة منذ بداية هذه الحرب. هذا يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي استراتيجية للتعامل مع قطاع غزة باستثناء الدمار وباستثناء قصف قصف واسع للمناطق شمالي قطاع غزة. هذا يشير أيضا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يشعر بالضغط من الوقت الذي قد يكون ممنوحا له، لأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وكبار المسؤولين الإسرائيليين كانوا يتحدثون بتباهٍ إلى أن تقدم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو بطيء، يقولون إنه مدروس وإنه غير متسرع. لكن بحسب ما يفهم من مما يكتب المراسلون العسكريون في وسائل الإعلام الإسرائيلية، يفهم أن إسرائيل قد تندم على ما تسميه بين قوسين التقدم البطيء في قطاع غزة، لأن ذلك قد يتزامن مع ضغط أمريكي شديد خلال الفترة المقبلة لوقف هذه الحرب، وعندها يكون الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي من الإنجازات التي كان يرغب بتحقيقها في قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يتحدث حتى الآن عن السيطرة على 40% من قطاع غزة. هذا الأمر ليس دقيقا 100%، خصوصا أنه يسيطر على مناطق واسعة مفتوحة غير حضرية شمالي قطاع غزة، بينما تقدمه جنوبي قطاع غزة وهي التي تشكل المسافة أو المساحة الأكبر من قطاع غزة لا يزال محدودا بشكل كبير جدا. نتحدث عن شريط ليس عريضا في المناطق الجنوبية للقطاع، عن 4 أمتار يتقدم بها الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. الأعداد التي يتحدث عنها غير منطقية، لكن واضح أن كل ما كان يروج له من وجود لقيادات حركة حماس ومن وجود لأسرى إسرائيليين ومن أن الثقل العسكري لحركة حماس هو في مدينة غزة يتضح أنه غير صحيح. والآن بدأ يروج إلى أن ثقل حركة حماس هو في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، لكن دون أن يتحدث بشكل واضح عن فشله الاستخباراتي في مناطق الشمال. المهمة أيضا في الشمال لم تنتهي بعد، مهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي كما يتحدث المتحدثون العسكريون الإسرائيليون والصحفيون العسكريون في وسائل الإعلام. حتى الآن لم يذهب إلى المناطق الصعبة القاسية في قطاع غزة، هو من أجل تحقيق إنجازات ميدانية تجنب الدخول إلى منطقة جباليا وتجنب الدخول إلى منطقة الشجاعية والزيتون، وهذه المناطق التي شهدت معارك ضارية عام 2014. والآن يبدو أن إسرائيل ستكون مضطرة للذهاب إلى هذه المواقع التي فيها خطوط دفاعية وهجومية كبيرة جدا للمقاومة الفلسطينية بحسب ما يقول المسؤولون الإسرائيليون بطبيعة الحال. سهام، شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة، حدثنا من منطقة غلاف.